سين عسليه عربي لزق. الراجل قبل ما يعزقك العلقه دي ويلفك لفك اللفه الحلوه دي في قد ايه؟ ده السؤال المهم. ايه ده عادي؟ عادي جدا كمان. انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. يهبل من المحامي بتاعك بجد؟ ايوه هنتكلم. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طب زيد النبي صلي عليه الصلاه والسلام. انا استلمت الشقه من الراجل ده شهر 4 حلو 2017. شهر 4 ولا 2017؟ الاثنين. الاثنين ده مش اجازه يا ابني؟ الاثنين واحد. من واحد ده كان الاهلي والاتحاد وليد سليمان تقريبا. ايه يا عم ماتش ايه؟ ما تركز معايا. ما انت مش عارف تفهمنا برضه يا عسليه. ماشي ركز معايا. حاضر. صلوا على النبي على الصلاه والسلام. طب زيد النبي صلي على الصلاه والسلام. قلت له اسلمك الشقه 4 سنه 22. حلو حلو يا ابن عمي. يقوم يجي 2020 وعايز يستلم الشقه كده انا غلطان. الراجل ما غلطش يا عمرو، مظبط مواعيده على كده ومرستق الدنيا على كده. انا عايز حق اخويا. خلاص ما تعيطش. ما تعيطش بقى. اخويا ما اتضربش يا عمرو. بس يا متخلف انت وهو. انا شايف ان احنا نروح نعتذر للراجل ونحبس اخوه. ايه ده؟ يعني اخويا ملفوف ومضروب وبعدين نروح نعتذر للراجل؟ انا مش هاسكت يا جدعان. يعني هتعمل ايه؟ هنطلع نريح شويه وننام لي نص ساعه عشان هقوم افكر بروقان. يلا وتسيب حق اخوك يا زمارة. ايوه حسيبه. الحاره كلها تقول اخو زمارة اتضرب يا جدعان. عادي تقول لك الحاره هتعيرك وتقول لك ان اخوك اتضرب. ما الجملة دي انت لسه قايل يا ابني مكتوب كده في السيناريو وبعد كده اروح اضرب الراجل استقبله ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في السيناريو والله. بجد؟ ايوه يا ابني. يبقى انا ما قريتش كويس. طبعا ما قريتش. تعالى اديك السيناريو. يلا اتفضل يا عم الامور. اتفضل يا عم. ده بريك يلا يا عم بريك. اه خلاص يا عم يلا. طب وانا المفروض اروح فين؟ تعالى يا اخويا زمارة. هي دي الشقة. هي دي الشقة. فين الشقة؟ بقول لك ايه يا ديت؟ قصدك نفسها تبقى شقة؟ ما ده مش ميعاد تسليم الشقة. خلاص نيجي ميعاد التسليم. يلا بينا. استنى يا بني ادم. هتمشي وتسيب اخوك يتضرب وتهزق يا اخي؟ لا مش اخو الزمارة اللي يتهزق يا عم. خلاص انا هتصرف. يا شقة وفي كيس راجل. لا والله. طب ما تخصم الشقة بقى احسن. الله سيبني انا اللي اتصرف. لو فيك راجل يا شقة يطلع لي. الحمد لله مفيش حد. يلا بينا. ايه صوت الجاموسة دي؟ دلوقتي هتطلع شقة؟ جوه الشقة. بقول ايه انا يعني حاسس كده ان الشقة مش فاضية دلوقتي. يلا نيجي وقت تاني. استنى يا عم انا مش همشي غير لما اخد حق اخويا. هو ده اللي ضربك؟ لا انا بصراحة كنت مسورق مش فاكر. انت اللي ضربته؟ اوه عشان جايب لنا المشاكل. مش معنى ان انا ضربته دلوقتي ان الموضوع خلص. لا ده انا لما اروح افرمه. يلا السلام عليكم. هو اللي مسكني؟ نفس الراجل؟ انت بتحكي لي عامل ايه؟ هقول لك انا. انت دماغك هتبقى تحت ورجليك هتبقى فوق. بس بقول لك ايه؟ اوعى تقول له عايز اشرب حمص الشاي. بقول لك يا حبيب ما تظبط لنا 4 انصاص كبده كده على ذوقك. حاضر. تحبوا تسمعوا حاجه وانتوا بتاكلوا؟ اه والنبي اغنيه انا جايب الطلبات. هو انا يا زعيف سمعنا اي حاجه؟ الكزبايه وحنجره عينين فلفل بايه. ولا عينين فلفل ايه يالا؟ عينين فلفل ايه يالا؟ لما انت عامل فالح وناصح كده ادفعوا الفلوس اللي عليكم بقالها سنه. جرى يا عم ظريف احنا هنطير ولا ايه؟ يا بابا. بابا ايه؟ بابا ايه؟ اسمها يابا احنا في الحاره. ايه تعليم اجنبي يا بابا؟ دول عيال صايعين جدا. ده ممكن يعوروا عربيه الكبده. يعوروها ازاي؟ معلش يا جماعه احنا اسفين. كل السندوتشات اللي في ايديكم وانا هروح اعمل لكم بقيه السندوتشات واجيبها لكم بقى وناكل سوا وكده. لا لا يا حبيب ما عندناش مساحه للكلام ده. رايحين نسجل مهرجان للشهيه. اول طريق الشهيه يمين. كارتيني هادي حريقه. بقول لك ايه يا حبيب ما تجيب بقى المية. مية ايه؟ ضريبه سقاله. ضريبه؟ جايبين لي ضرايب لغايه هنا على عربيه الكبده. ياما ياما لو راحت مني ياما هنسيكوا اسابيكم خصوصا الواد ده. خلاص يا عم زيف اما تروح منك انا هجيبها لك تاني. ايه دي اللي هجيبها تاني؟ ايه اللي هتروح منك.
صدق حلوة يالا. ايه؟ كمان مش احنا؟ احنا احنا بعد احنا. ايوة. يلا. غباء ده. بيذاكر بس بقى. طب نجي له في وقت تاني. خلاص. يا صباح الفل، صباح العسل على مدير عام سجلات احتماليات حفظيات تجليات السجل المدني في مصر والدول العربية كلها. الله. ايه الحلاوة دي؟ التهمة دي؟ الله. على حلوة وعجبتني. ايه اللي عجبتك يا سيدي؟ ايه اللي عجبتك؟ طب ايه؟ نعم يا عم خير. صباح الفل. صباح الفل يا سيدي. عمرو سلمي. محامي وسمسار لاعبين. شوت يا سيدي. عجبتك صح؟ الله يحفظك. قصدك حسن. الله يبارك فيك. يا سيدي. انا بقى اللي كنت جيت لحضرتك ايام ثانية مسمار بتاعة قضية المدرسين. مش فاكرك. مش فاكرك الراجل. مش حلو. مش حلو. مش حلو. وانت اللي عامل لي فيها ابن خالته. سيبني انا اللي اتعامل بقى. اتفضل. صباح الخير على عيونك يا قمر. اخوك زماره. يعني بتزمر يعني ولا ايه؟ وحشاوي وملهاش معنى كمان. بس بقى. طب خلاص اتصرف انت. اهدي. احنا بس اسفين للازعاج. كنا عايزين مستخرج لشهادة ميلاد. مش عندي يا سيدي. مساء الخير يا استاذ. ايه يا ست نعمة؟ ايه يا ست؟ ما طولت التسجيل شوية يا رادس عجرم. السادة المواطنين واقفين. عيب كده. الله. هو انا بصراحة يعني صوتي شبه نانسي عجرم بس انا مش نانسي، انا افراح. اهلا اهلا ست افراح. انت تقول يا هاني. يعني هو احنا بس كنا عايزين يعني يرضيك ان انا اقف بره كل الوقفة دي وفي الاخر اروح كده يعني زي ما جيت. معاش ولا كان اللي يوقفك. يا نهار اسود. انت تأمريني. انا بس كنت عايزة يعني حضرتك تطلع لي الملف ده. ده بس الملف ده احطه في قلبي. ايوه. احطه كده جواي. يا سلام. احنا خدامين الانسانية ياللي كلك مفهومية. ربنا يخليك. الاخ شاعر ولا ايه؟ ما تحترم الرجالة يا جدع انت. انت في ايه يا جدع انت؟ يا سيدي اهدى. في صلى على النبي. معلش معلش يا استاذ، اصل انا اخواتي عصبيين قوي. الاسم عايزين الملف ده. حاضر. يعني هو ملف بسرعه. خلاص خلاص يا لالا. اربانا مني. حاضر يا زمارة. حاضر يا سيدي. حاضر يا استاذ. اهدى يا استاذ زمارة. حاضر اهدى زمارة. حاضر والنبي حاضر. بس يا ابني اسكت. خلاص اهو 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 الاسم حمودة انطونيو. انطونيو غونزاليس. حمودة انطونيو غونزاليس. ايوه اهدي. ده انت ولاد حلال. والله انت ابن حلال. انت بالذات والله يا استاذ زماره انت ابن حلال. الملف كان في ايدي. ايوه. هو فين؟ نعرف فين الملف. دورنا على الملف. زماره يلا جدع. زماره يلا. بس حاضر يا ست. حاضر. هم عصبيين قوي لكن. معلش هم عصبهم تعبان. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. راحوا فين؟ هي هو في هو في هو عقدين. ايوه. اتنين مصريات اتجوزوا من اتنين مكسيكيين. ايوه. هو ده. مين ده؟ التاني بقى. حاضر. اسمع. حاضر. الله على استاذ مصلحي. الله يبارك لك يا استاذ زماره. مشرفنا يا استاذ مصلحي. الله يعزك يا استاذ عسليه. شربت حاجه يا استاذ مصلحي؟ والله يا ريقي ناشف. ياما الراجل بقاله ساعة قاعد ما شربتش حاجة. سمال لي اخويا. طب ما انا قاعدة بقالي ساعة ما شربتش حاجة. طب ما انا كمان بقالي ساعة قاعد ما شربتش حاجة. وانا برضو بقالي ساعة ما شربتش حاجة. انا كمان بقالي ساعة ما شربتش حاجة. انت شربت حاجة؟ ولا عمري شربت حاجة عندكم؟ طب ما احنا كلنا بقالنا ساعة قاعدين ما شربناش حاجة. ايه؟ هتطلع فلوطة انت في القعدة وتشرب انت الواحد؟ ايه عايزنا نبص لك في المشروب؟ لا يا سيدي. طب ما تقعد بقى ساكت بقى. ماشي يا سيدي. حاضر. خش في الموضوع. حاضر. هي فين القمر اللي جايبة القمرات دول؟ أمي. ها؟ أمي. أهي. بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله، دي وكالة ناسا دي كدبة كدب الإبل. أي أيوة والله قال إيه، بيقولوا القمر مش في مكانه، أتاريه هنا مالي مكانه. أموت أنا. إيه لما الضحكة الخليعة دي؟ أنت مش قلت لي مش هتضحك الضحكة دي غير وسط عيالك؟ وإيه الضحكة المعفنة دي؟ دي أحلى حاجة فيا. أحلى حاجة فيك إيه؟ أعمل الأستاذ سامو زين، ما تحترم نفسك يا أخي أمي. عيب يما في إيه؟ على فكرة بقى. إيه؟ دي بتشخر وهي نايمة. أكيد بتشخر مزيكي. وبتاكل أكلنا وهي نايمة. أنت هنا وشفا على قلبي. أنت تنح قوي بقى. خلاص بقى يا جماعة، مش عايزين نعطل أستاذ مسرحي عن مصالحه. لا يا ست الستات، انا خدت النهارده اليوم نص اجازه، قلت اقضي معاكوا هيني. خلاص بقى يا جماعه، خلوا الاستاذ مصلح يطلع ورقه وينجزنا. انت بص، انت مين؟ انت على طول مع العيال، انا مش عارفك انت مين، مش واخده بالي منك. لكن انت على طول معانا ليه؟ مش عارفه، مش فاهم جاي عشان توقف حالي يا اخي؟ ده انا ما صدقت حد بص لي ولا عكسني. في ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ ما تبص ياما، بس ياما صغرتينا في وسط الناس. انا مش طايق نفسي. خلاص بقى ياما، هدي نفسك، خلي الاستاذ مسرح يشوف شغله. يا ترى القمر بيمضي ولا يبصم؟ صدق هقلب عليك. ليه؟ ايه فاكرني بس ما جايه؟ ده انا مطربه قد الدنيا ومسقفه ومتعلمه. بتقول له يا واد دبلوم صناعة قسم برادة. بسم الله ما شاء الله. ممكن توقعي لنا هنا يا ست الحبايب؟ هو ايه ده؟ وقعي لنا على الورقه دي. اوقع على ايه؟ امبابه فيصل المنير. كبيرة شوية عشان المشوار طويل. الله يحفظك. كده تمام كده يا عم؟ أيوة 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 أيوة. بس هي هي أمك شرب حاجة ولا إيه؟ هو في حاجة عندنا تتشرب؟ على فكرة أنا ما شربتش حاجة. اللي أنت بتعمله ده، قلت لك 100 مرة ما ترميش كده في الشارع. ارميه على جنب. هو ايه اللي على جنب يا حيوان انت وهو؟ ده المستخرج اللي احنا دايخين عليه من الصبح. يبقى كده فضلش على حاجه واحده بس، نلاقي المطرب وكده يبقى خلاص. جدع على عسليه. قلت لكم ما تاخدش عسليه معانا، ما بيفهمش في الحاجات دي. ما بيفهمش. بتقول له جدع على ايه؟ هنلاقي فين المطرب ده ان شاء الله. قبل اي كلام بقى، انت وهو المصاريف اللي انا عمال اصرفها دي مين هيرجعها لي؟ مصاريف؟ مصاريف الا الشيطان يا حبيبي. انت تطلع مصاريف؟ ده انا ما شفتكش حطيت ايدك في جيبك طلعت نص جنيه. وانت هتشوفني ازاي يعني؟ المكتب هناك كان مترشق كله كاميرات عم زماره. عايز نودي نفسي في داهيه؟ انا خدت مصلحه على جنبه وكرمشت له 100 جنيه. انت معاك 100 جنيه يا عم؟ انت لو معاك 100 جنيه ما تجيش معانا اساسا. بعدين الراجل ما كانش فاكرك. بقول لك ايه يا متر، اكتب يا اخويا اللي انت بتصرفه واحنا هنبقى نحاسبك. اكتب؟ كله مكتوب يا حبيبتي اصلا. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوه مصلحي 100 جنيه، دمغة 10، سجاير 30، مصاريف ونسريات ودبدوب 25 جنيه. ايه؟ وبتعمل بقى ال 25 جنيه دول ان شاء الله؟ جدع عسليه. دول دبدوب الفالنتين عشان مراتي. انا قريت لي الشعر محمود ياسين. مين؟ محمود ياسين. محمود ياسين بيشعر؟ ايوه بيشعر. المهم عن الفالنتين، وقال في الكتاب بتاعه ان اقل دبدوب ب 37 جنيه، وهو كذلك انك كذاب. وهو كذلك انك كذاب. بتكذب ده كده كده يا ولاد امبابه؟ بعد التعب اللي انا بتعبه عشانكم تطلعوني كذاب؟ خساره. خلاص ما تزعلش، خلاص بقى يبقى ليك مصاريف يا اخي. مصاريف البطن بتتخان. خلاص ما تزعلش يا عم عمرو، ليك وهتاخد يا عم. خلاص كلنا عارفين ان عمرو عايز مننا فلوس. هات 10 جنيه بقى، ويا ريت انا كمان 10. وانا 15. بتوع ايه دول؟ بتوعنا. نعم. طب العشرة جنيه ماشي. خلاص يا عسلية هات انت 10 جنيه. عسلية عسلية. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، إن الاعتراف في هذه القضية ليس سيئاً. إحنا بين إيدينا قضية إيه؟ ولد شاب صغير أخضر أرعن أهوج اتخانق مع زميله. كلنا بنتخانق مع أصحابنا.
سحب الطبنجه من الدرج. ايوه الولد عنده طبنجه عادي، شاب صغير، شاب طبنجه قد كده، سحب طبنجته وخرج في الطريق، رفع حبيتين عشان يعلي، شاب صغير وده حقه. وصل لبيت المجني عليه، نده عليه انزل يا دي تيك 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 تيك. الولد ما نزلش، ما هي دي اللي تزوق يا سبت القضاء. دخل بيت المجني عليه بعد ما ضرب الباب برجله، لقى المجني عليه واقف قدامه في عدم لا مبالاه، طلع طبنجته وضرب المجني عليه طلقتين في دماغه. المجني عليه دماغه ناشفه، ما ماتش من الرصاص، لكن وقع على الارض دماغه جت في سن الكنبه، مات زي فيلم البريء. الاستاذ احمد زكي والاستاذ عاطف الطيب سبقونا من سنين طويله وسموا فيلمهم الله على فصحتك يا استاذ. ايه البلاغه ديت؟ ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. اشكرك اشكرك اشكركم. مرضيش يديني كبده ظريف، مرضيش يديني كبده ظريف ظريف، مرضيش يديني كبده. الله الله عليك مايكل جاكسون العربي. سيبك بقى من الكبده بتاع بابا، وسيبك من بابا ده اصلا، انا اجيب لك كل الكبده اللي انت عايزها، بس عايزك تسمعني وتاخدني تحت باطك. القرف ده يا ابني. قصدي يعني تاخدني تحت جناحك عشان اطير معاك. انا مش فضيلك، مش فضيلك يا حبيبي. كل ما افتكر ان انت ابن ظريف ما استظرفكش اساسا. طب بص، انا جايب لك سندوتشين كبده اهو، بس عشان خاطري ما تاكلهمش قدام بابا. يا حبيبي يا حبيب. وكمان جايب لك طماطم من اللي عليها توم، بتحبها قوي 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 يا حبيب. انت ولد موهوب، انا بحبك. ما تسمعني حاجه. عايز تسمع شرقي ولا غربي؟ نص سجق، لو نص سجق اسمع اي حاجه منك يا حبيب. انا عامل حسابي يا ولد. يا جاهز انت؟ هلاقيش بسكوت بقى حلي؟ المرة الجاية يا حبيب. حبيب يلا سمعنا حاجة حبيب. معلش ثواني، امال ايه ده؟ ده ناي. لما انا عارفه انت هتعرفني عليه. امال لازمته ايه في ايدك؟ انت عايز تسمع الناي؟ امال اسمع بقك؟ ماشي، ده بعد اذن الناي. انت بتجربه؟ ايه لسه جايبه دلوقتي؟ انت عايز تسمعني وانا بعزف يعني؟ عايز تسمع الناي وانا بعزف؟ يا ريت بقى، ما احنا مستنيين. ايه؟ انا عايز نمسك الناي واعزف يعني. يا ريت. بتجيب حاجه من فوق يا حبيب؟ معلش يا حبيب. مش مشكله حبيب، مش يعني انت كنت بتعرف تعزف حبيب، ما عادي حبيب، اي حاجه هتبقى صح. يلا حبيب. معلش صوتي عمل حاجه، انا اسف. مش مشكله، غني عادي، مفيش حاجه، مفيش مشكله. يلا. رقته جبار جبار في قسوته جبار، شغلتني ضحكته وأكلت كبدته وكنت شعر. شوية علينا يا نجم. ايه شاغل كرسي وما طلبتش حاجة وكمان بتغني وحش؟ لا هو اللي بيعزف غلط. لا انا ما بعزفش غلط، انت اللي تغني غلط. لا هو اللي بيسمع غلط. لا انت لازم تطلب حاجة.
نطلب حاجه. نطلب عادي مفيش مشكله. خلاص هات لنا حاجه نشرب. زي ايه يعني؟ هات ينسون للاستاذ ونزل ينسون للناي. وفي حساب قديم يا نجم. واحنا ليه بقينا بنفتح في القديم كده؟ في ايه يا جدعان؟ ما خلاص لازم نبدا صفحه جديده مع بعضينا. تعالى ولع. ايه؟ ليه بنتكلم في الماضي؟ ما الاستاذ عمرو قال لك ما بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي ده كان كله جراحي. صح يا استاذ. ليه نفتح في الجراحي؟ صح ولا لا؟ صح يا نجم. خلاص روح هات لي كوبايه ميه. كوبايه ميه ايه؟ ميه سخنه. ميه سخنه عندك للنجم وصلحه. احنا كوبايه ميه سخنه للنجم بتاعنا. انت فين يا ده زمار؟ بطلعك من الصبح مقفول. مدخل موبايلك ليه؟ قصدك بايع موبايلي ليه؟ انت بعت موبايلك؟ ايوه بعته. وجاب كام؟ جاب 67. 67؟ ما بخشش حقوق حتى. استنى ايه اللي زورته ده؟ خلاص يا عم بفك الجو. هفضل معاك منهم كام؟ عليا 300 جنيه. ايه؟ ازاي؟ الراجل كان عايز مني 500 جنيه، بعت الموبايل وفضل عليا 300 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اطمن يا زمارة. قانون حماية المستهلك في صفك. المادة 316 بتنص. بتنص كبدة يا عم ظريف. بس. روق روق، كل حاجة هتتصلح إن شاء الله. تصلح إيه؟ أنا مخنوق أوي يا عم. حاسس إن الدنيا بتضيع عليا. لحد ما حسيت اني خسيت. انا خسيت. متشكرين يا رجال. اتفضل اتفضل. كل واحد يروح يشوف شغله. انا هبقى كويس. الميه السخنه عملت شغل. المايه السخنه جت. حبيب قلبي يا زماره. صباح الجمال سيد. صباح الجمال. صباح العسل يا ابن عم. صباح الفل يا حسن. قوم يا ابن الظريف. قوم يا ابن الظريف اتكل على الله. انت ايه اللي معادك مع الواد الرخم ابن الرخم دوت؟ لا ده جاب لي سندوتشات. بجد؟ اه والله العظيم، بس هاكلها لما ابوه يمشي. اه كنت فين يا عسليه؟ في معهد الكتاب. معهد ايه؟ كتاب. معهد الكتاب؟ ايوه. قصدي معهد الكتاب جواه المكتبه يعني. يا عم معهد الكتاب اللي بيبقى الكتب رخيصه. قريت للعالم الكبير شيكس كبير. شيكي من مين؟ شيكس كبير. شيكس كبير الجزء الاول؟ اه. بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى؟ ان انا رايتهما. الله. وانها مخالفه الجبال. يا سلام على اللحظه. فهي نلحق بيهم؟ يلا نلحق بقى. درجن 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 درجن. ولحقوا بيهم؟ لحقوا. ايوه. الله على اخويا المثقف. المهم امك عايزه ايه وفيها ايه؟ امي عايزه ايه وفيها ايه؟ اه. امي ما فيهاش حاجه. امك كويسه. امك بتحور على عيالها عسليه. يعني سايباني الشغل بتاعي واشغالي وبتحور؟ شغلك واشغالك؟ اه. انت شغال شغلانتين؟ اه يا ابني. صل على النبي. تحب تشرب ايه؟ اديني واحد كابتشينو. ايه؟ شيزن كيك. مين؟ شيزن كيك. شيزن كيك؟ اه. خليهم اتنين ميه سخنه. ايه يا نجم؟ انتوا ناويين تستحموا في القهوه النهارده ولا ايه؟ كلها ميه سخنه. ايه؟ هناخد الدواء كلنا بنتعالج عند دكتور واحد. وعندك ميه سخنه عشان الدواء. احلى واحد ميه سخنه النجم بتاعنا. خلصنا بقى انت وهو، كفايه قله القيمه دي. يلا عشان نلحق الفرح. انا كلمت افراح تسبقني. يلا بينا. بقول لك يا عمرو، انا الدكتور قال لي ما تمشيش اقل من 300 متر عشان ما جهدش صوتي. يا ابني مال صوتك ومال المشي؟ يا ابني المشي نص الغنى. وبعدين انت عندك من السمانه هنا في حبل طلع لغايه الاحبال السريه. احبال السريه؟ مش عايزين رغي بقى، الفرح هي في الحاره اللي جايه الشارع اللي ورانا. احنا هنختار بين القوسين؟ ما كنا استنينا افراح وكانت وصلتنا بدل ما احنا تايهين كده. وافراح دي ايه الجي بي اف يعني؟ عارف فكرتني الجمله دي بالشاعر ايمن الراوي. ايمن الراوي ده البقال. ما هو بقاله بيكتب. ده بيكتب حساب الزباين. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما بلاش نمشي من الشارع ده. الواد خربوش هناك اهو. لا هنعدي من الشارع ده. ليه بقى؟ لان مفيش شارع غيره. اثبت هات انت اهو. انتوا معاكوا زماره، زماره ملك الحاره. العيال دي خبقات، خربوش وحريقه. اهم حاجه محدش يتكلم خالص واسمعوا اللي انا هقول لكم عليه. واهم من كده
لو اتضربنا ما نتعورش، ولو اتعورنا ما نتهورش، ولو اتهورنا ما نتصورش، ولو اتصورنا ما نزمرش، ولو زمرنا ما نصفرش. يلا بينا. خد ياض انت وهو يا دول شافونا شافونا. السلام عليكم. معلمة معلمة هتصاحبونا ولا ايه؟ احنا جايين نثبتكوا اصلا. طب بالصلاة على النبي كده بقى، الكمين ده مباحث ولا كارتة؟ لا دي كايتة، كايتة وماماي قضية المعلم خيبوش والنجمة حقيقة. على فكرة بقى انا صورتكم. صورتهم ازاي والموبايل في جيبه؟ ياض نسكت. على فكرة بقى اي غدر كده اي غدر كده هنزل الفيديو على طول في فيسبوك. الله اكبر يا خيبوش، الله اكبر. ده اول طريق الشهره اللي انا بحلم بيه، بقى نبقى تندات بقى ونبقى مشايخ، صح يا خيبوش؟ وعشان الترند بقى يعدي كوكب المريخ هقلعكوا هدومكم. تقلع مين يا روح امك؟ اختي جت، اختي جت، اختي جت. دلوقتي يا افراح احنا ما بتخانقش مع حريم. هو انت يالا ما بتحرمش؟ انت خدت ايه من الدنيا؟ هو عز الجلال اللي ما خدت حاجه. طب خد. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه اللي ماشي على العلاج؟ ايه يا ابني انت كنت معاك دلوقتي؟ انا عطشان قوي. عطشان ايه؟ ما تستقبلش يالا. عندي هبوط ومحتاج اكل اي حاجه. تاكل ولا بقول لك بديك فوق. يلا يالا. خلاص ماشي. السلام عليكم. اولا انا احب اعي العروس والعروسين. ربنا نقضي وقت مبسوط مع بعضينا. تحبوا تسمعوا ايه؟ حب كل. لا مش حافظها دي، معلش انا اسف. لعب يالا. لا مش حافظها، معلش انا اسف. سيره الحب لسعد الصغير. لا مش حافظها، معلش. لو سهلناها على بعض هنقول حاجه كويسه. طب اسمحوا لي اقول حاجه انا حافظها. كرد الفار. قلت ايه؟ كرد الفار. انت بتذاكر مغالي ولا ايه؟ انا والله ما اعرفها. طب ماشي يلا. انا زمارة قدارة ما فيش ولا حار ما تعمل فيس. انا زمارة قدارة ما فيش ولا حار ما تعمل فيس. انا الكوبليت انا مش فاكره، انا اسف انا مش فاكر الكوبليت. والاولاني انا مش فاكر الكوبليت، مش فاكره. مش حافظ بقيتها. انت كل مره على كده. عامل ايه طيب؟ تاخر تاخر. حاضر. اسمع بقى الفن. حاضر. اسمع. تسمع ايه؟ انا زمارة اقدر اعمل انت مين؟ انا عمرو يا استاذ نعمان. معلش يا عمرو يا اخويا، معلش يا ابني، معلش. ابوس ايدك، ابوس ايدك بقى. افتح لنا الوصيه، خلي العيال دي تعرف نصيبها ونخلص. ناولني يا عمرو الملف ده. ده يا استاذ مش ده اللي تحته. يا مسهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفضش، ده التراب معقم. بس ادينا بقى الوصيه دي واحنا هنتصرف. اوعى اتصرف. مين اتصرف في الطرف الصحي؟ الملف ده مش هيخرج من هنا لحد ما تجيبولي كل ولاد امبابة، يعني بقيت اخواتكم. يا استاذ هو احنا لو نعرفهم كنا جنالك ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ نعمان مش نعمان برضو؟ ما انت عارف كل التفاصيل. حبايب التفاصيل اللي عندي ادارة اعمال امبابة، املاك امبابة، حسابات امبابة، لحد جوازاتها وطلقاتها ودمتم معرفش حاجة تانية عنها.
يعني كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت ان اخواتي الولاد دول من الاوراق اللي موجوده عندك في الملف ده، صح؟ طب ما انت بتفهم وانت شغال محامي. لا الحمد لله. ايوه معلش يا عمرو، معلش يا عمرو نسيت. ممكن بقى تدينا طرف خيط نمشي وراه؟ خد ادي الخيط وادي اللي كابه. بسم الله. ادي الورقه، اول جوازه لمبابا الاول. يا جدعان الفقر اللي يخلص ويعرفني اسمه حسن. ايه ده؟ امال انت مين؟ انا مين ايه؟ الفرح اللي بيدوروا فيه على عريس ده؟ انا زمارة قدارة، ما فيش ولا ما تعرفنيش، انا بتاع الفرقة عسلية. ايه يلا فيه ايه؟ احنا جايين نقضي واجب ومروحين. مروحين مين يا عنيا؟ بقى بعد ما مسكت ايدي وسبلت في عنيا تقولي مروح؟ ولا انت عملت كده يلا؟ طب ما هي بسيتني وانا ما اتكلمتش. طب ليه يا زمارة؟ ايه لما انت بتحبها قوي كده ما قلتش؟ ما قلتش ايه يا جدعان؟ انتوا هتلبسوني تقمه. خلاص خلاص اكتب كتابك عليا وخلص. اكتب ايه؟ مش هتجوز؟ انا عارفه جاي غنى اتجوز. بقول لك انت وهو ايه؟ احنا اصلا دخلنا فرح غلط كمان. يلا نمشي من هنا. يابا يابا هو ده اللي رقص معايا يابا ومسك ايدي. يابا ايه يا جدعان؟ الراجل ده خلف بنته وعاوز يقرا. الحقنا عسليه. يعني القلم اللي انا خدته ده بجد، والشلوط كمان بجد. ولا عسلية ولا عسلية. ايوه ايوه بقولك حضرنا الفطار في علبة تونة مخبية من الواد زمارة عندك في النملية. قوم يا عسلية، انت اللي مخبي مني التونة عسلية. انا قلت غير التونة؟ كان بقى مخبي حاجات غير التونة. اصحى شوف النصيبة اللي احنا فيها. نحط وفوتنا وجراح محكمة النهاردة. ايه احنا مربوطين؟ مربوطين مربوطين. انا مش هنخلف يا عم. قوم بقى قوم شوف المصيبه اللي احنا فيها دي. طب حد يديني من القلم، فينا موسى على وشي. ايه احنا مربوطين مش هنعرف نديك بالقلم. بقول لكم يا جدعان ما تصحوا الراجل ده. ما انا ما اعرفش بيصحى امتى. بقول لكم ايه؟ ايه انا عندي فكره جهنميه. ايه؟ هنضرب الراجل ده في بطنه ونطلع نجري. نصحيه نقول له ان احنا هنهرب. بس اسكت اسكت. هل عندي فكره؟ قولها. وفكره تانية. قول التانية. لا انا حاسس ان الاولانيه احلى. طب قولها. مش عارف، شاكك ان التانيه ممكن تبقى احلى. انت بتسيب لي قول اي واحده وخلاص. طب والله ما انا ايه. طب عندي فكره تالتة. ايه؟ احنا الراجل نايم بيهرب على طول. لا يا عمرو حرام، روقان ما لقيناش ممكن يروح فيها. صح عندك حق. بقول لك ايه، انت تشوف عايز ياكل ايه يشرب ايه. انت بتستاهل يا لو. طب احنا المشكله دلوقتي يا غريبنا هنمشي شمال ولا يمين؟ انا قريت بصراحه في كتاب الزراعه وانا مسافر نمشي على طول لحد ما نلاقي عماره. لحد ما نلاقي عماره. بس يا حيوان طول. يلا 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 يلا. سلام عليكم يا حاج. يخرب بيتك. انا مش عايش حياتي بطه كده. اقعد يا رجاله. اقعد اقعد. انا مش عارف اقعد. تعبت ازاي؟ تشرب حاجه؟ بس كولا. بس كولا يعني؟ بس كولا مش عايز حاجه تانيه. طب يا جدعان بقى انا مش هينفع، انا لو هقضي حياتي كلها مربوط عادي، بس مش هخش المنطقه كده ويتهز برستيجي. برستيجك يا جدع؟ انت ما عندكش دم. امك تايهه وتقول برستيج؟ امي تايهه؟ يا ابني انت وهو انا عندي مشكله. انا عايز اخش الحمام. تخش الحمام؟ قول هعمل حمام. اسمها اعمل حمام واخلص. بقول لك امي تايهه. وبعدين يا اخي مش الام اللي بتتوه ده، العيال اللي بيتوه والام اللي بتدور عليهم. بقول لك ايه، انا عندي فكره. ايه؟ انا اتفرجت على فيلم اجنبي جون بريدريز. ايه مين؟ برو بريزيز. برو بريزيز اتفرج عليه في الصيدليه. حفله 12. ايوه. اشمعنى حفله 12؟ بتبقى فاضيه. المهم ايوه، البطل كان قاعد تحت النافوره. حلو. كانت قاعده جنبه البطله. حلوه. البطل مسك ايديها. حلو. هي مسكت ايديه. ما لازم تمسك ايديها كده، ايديها ممسوكه. قال لها بحبك. حلو. قرب منها. حلو. قرب كمان. الله.
قرب كمان. الله اللحظة. البطل بقى بني ادم فك نفسه ازاي يا ابني؟ اصلا ما كانش مربوط. يا عم اسكت بقى، سيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي، عايز اشوف ايه اللي حصل في الفيلم ما شفتوش. كمل. احنا وقفنا لغايه فين؟ وقفنا لغايه ما قربوا اللحظه جايه. اللحظه بعدت. ليه كده؟ ليه كده بقى؟ بتموت ليه اللحظه جوانا؟ قرب التاني. حلو. هو قرب عليك. حلو. قرب كمان. اهو فيلم خلص. يا ايه القرف ده؟ خلص ليه في اللحظه دي؟ في جزء تاني. يبقى نخش الجزء التاني. ممكن تخلص انت وهو بقى شويه؟ النهار قرب يطلع، عايزين نفك نفسنا. طب انا عندي فكره. قول. بص، احنا نحك نفسنا في الحيطه. في الحيطه؟ اه. انت بتسكت خالص بقك ده؟ حاضر. تعالى فكني الاول وانا ما اتفك افكك. طب استنى. استنى بقى اقوم انا. يلا. وانا على وشي. مش على وشي. على وشي. على وشي. بس بس. 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 انت شبكت فيا، شبكت فيا. طب استنى طيب. طلعني طلعني. اهو. ايوه بس. لف انت بقى كده. انت لف. هو يلف كده الناحيه دي. ازاي ما مين اللي هيفكني يعني؟ انا هفكك كده ما تتخافش. كده؟ اه وانت فك من هنا. يلا انا هفك. حاسب حاسب. اهو. ايوه. انا. هات زمارة. اهو. ايوه. ايوه. قرب قرب. يا لهوي. يخيبكم يا دي العيال. ايه اللي بتعملوه جنب الحيطة ده؟ هي كانت ناقصاكوا داي الوكسه دي والنعمه لا فضحكوا، ما بقاش مش حتوا ان ما فرقت عليكم الحاره كلها. يا ابو يوسف. لا ابو يوسف. لا ابو يوسف هتشمت يا ولاد. يا حد ينشط دلوقتي يا ليا. بس بس يا حيوان. بس اخرس شويه يا احمد. مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. يا بوسي. اقسم بالله لحبسك. كله تمام. يا اسلام. يا حيوان. يا اولاد اضحكوا. يا عم انت بقى، قلت لك مش هتنضف اليافطه دي. يا عم انا اصلا ما كنتش عايز احطها في الشارع. امال هتشتغل يافطه ازاي؟ هتحطها في الصاله؟ يا عم انا محبط نفسيا، مهزوز كمان من جوايا. قلت لكم مش عايز اطلع الفرح ده، انا ما كنتش محضر حاجه. استهدى بقى بالله، هتروق والله العظيم والفلوس هتجري في ايدك. انا مش عايزها تجري، انا عايزها تقعد في ايدي شويه. والله انا نسيت شكل ال 50 جنيه، مش فاكر مرسوم عليها ايه. بيبقى عليها معبد الكرنك. بجد؟ او جامع الازهر، والله ما عدت فاكر انا كمان. بقول لك ايه؟ انا هكلم الواد عسليه عشان اظبط لك الاستوديو وتسجل الاغنيه بتاعتك. اسجل ايه؟ الاغنيه ما فيهاش غير كوبليه واحد. لازم اقعد مع الشاعر عشان اكملها. طب ما تقعد مع الشاعر. ما انا الشاعر، مش عارف اقعد مع نفسي. طب استاذن انا عشان. يا عم اقعد بقى. انا مخنوق قوي يا عم. اعمل لي سندوتش جبنه. يا عم تعمل اعجبني هنا و لا يا عم انا مش هسرق اغاني هنا. مش سرقه يا بني ادم، ده اقتباس. مش سرقه. ايه؟ الحق الحق. ياه شفت بقى عربيات العفش بيسيبوا الباب اللي ورا مفتوح. يا بني ادم دي شكلها موميا وكانت رايحه المتحف. لا ده شكله مله سرير وقعت من. استنى كده وريني صفحه الرياضه. قائمه اجباريه للاهلي. الاهلي عنده قائمه اجباريه. ايوه يا عم الحمد لله. انت مين يا ابني؟ وقال لك فين بالظبط؟ انا هنا. طب وايه اللي جاب هنا للجيزه؟ استنى بس لما نفهم. الواد ده شكله شحات وعامل طريقه جديده للشحاته. روح يا ابني ربنا يسهل. انا ما بحبش بقى الشحاتين. مشيه يلا مشيه بقى. بس يا عمرو في ايه؟ ومفيش رحمه، مفيش رأفه، مفيش فكه نديها له. معيش غير 5 جنيه. هات ال 5 جنيه هيرضى. اتفضل. معاك فكة 5؟ مش عايز فلوس، مش عايز. طب هاتها. هي معايا. طب ما انا عايزها. ما انا هجيبها لك. طب ما انا قاعد. ما انا هجيلك. في ايه يا عم؟ ما تسالنا في موضوعنا يا اخي. الراجل هيموت مننا. قول كده. بقولها حلوه قوي يا اخي. انت مين يا ابني وعايز ايه يا ابني؟ يا ابني ما تتكلم يا ابني. طب ما نفكوا بقى، ما نفكوا ممكن نتكلم. البق، لقيت البق. فك كمان، فك كمان. استنى ندي البق ميه احسن يكون الواد عطشان. يا عين خد يا حبيبي. اه يا حبيبي. اه ايه يا حبيبي اتكلم. لازم ما تعيطش. انت مين يا حبيبي؟ انت مين؟ عسليه. اخويا عسليه. ده هو عسليه. مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ما انت فكناك؟ انت غبي يالا. فرجاني. مين؟ فرجاني. مين اللي عمل فيك كده يا بني ادم؟ بقولك فرجاني.
ايه فرجاني دي؟ فرجاني؟ لا لا عملتيها لا انا مش هسكت مش هسكت يا ابو سمير مش هسكت يا ابو سمير وانت سمير خش جوه سمير مالكش دعوه بالمزاج ما تعيطش انت كمان ما تعيطش بقول لك اخويا ما يتضربش يا عم ما يتضربش ما يتضربش يا عم ايه ده بقى زماره يا عم انا ايه ماي ايوه اخويا اتضرب في 60,000 دمام اتضرب انا بس مشكلتي ان ما ينفعش ابقى معدي في الحاره ويقولوا يلا اخو زماره اتضرب يا حبيبي عسليه حبيبي عسليه ما تعيطش بس بقى ما تعيطش واهدى انت كمان يعني ايه يعني الفيلا الفيلا دي تل الحمد لله ماتوا محدش هيورثني بس برضه هحكي لكم الفيلا دي كانت بتاعه واحد من اللي اتجوزتهم كان غني قوي الله يرحمه مات مقهور بسببي ربنا يسامحني والارض اللي عليها اشتريتها بفلوس الرجاله التاني اللي اتجوزتهم معلش ياما الجمله اللي فاتت ما خدش بالي منها نعم انا هحكي لكم تاني واشتريت الارض الارض زمان كانت رخيصه كل حاجه بتغلى ضربت معايا ملايين وفي الاخر لمين قال ولادي برضو هم هجر لهم ايه هو حد يزعل من خبر حلو زي ده يا ولاد يا ولاد يا لولو يا فوفو يا زوزو في ايه ياما يلا نمشي من الفيلا دي ياما عشان صحابها لو جم دلوقتي هيضربونا يخرب بيت فقرك تعالى يا حبيبي تعالى يا عوعو تعالى يا قلبي تعالى يا روحي عوعو العوعو ده اقعد يا قلبي اقعد مش عايز اقطع الحوار العائلي ده بس عائلي طب ما انت عائلي انت عائلي ده عمرو المحامي ياما عمرو المحامي صاحبنا في ايه لا دماغكم ما تروحش لبعيد يا جزم احترموا نفسكم معايا عارفين ده لازق لكم ليه طول المده دي ليه عشان انا اللي موصيه عليكم لانه محامي ومخه نور مش ضايقكم اي حد يضحك عليكم وعشان يقول لي بتعملوا ايه وممكن توصلوا لايه باخلاقكم دي بياخد اتعابه ياما يعني ايه هو ايه ده دليلنا على فلوس فلوس ايه اللي بتديها له ده انا اللي بديله مصروفه وبعدين احترموا نفسكم وكلموا اخوكم الكبير كويس اخونا ايوه عوعو ابن اكبر تاجر لب سوري في سوريا ليه بس قلت لهم يا مامي اه يا عوعو يا حبيب قلب مامي انت مامي السلام عليكم عليكم السلام ايه ده وبركاته ايه ده اوعى تقولي ده كمان اخونا ايه ده قطع لسانك انت مين انا حبيبي ابن ظريف بتاع الكبده انا عارفاك 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 اللي جابك هنا عايز ايه انا صاحب زماره زوزو بيع حيوان طبعا انا بقيت من الاغنياء لولا هانم يا قذر فوفو بيه يا واطي عوعو بيع حيوان اه صحيح مش عوعو طلع اخو زوزو ولولو وفوفو عشان مومو مخبيه على لولو انت تدي حد حقنه ولا ايه ما بتفهمش ما تتكلمش يلا ماشي اصبر الدور ده على 100,000 جنيه مش كتير يا زمارة؟ احنا بقينا اغنياء 300,000 جنيه 400,000 جنيه 700,000 جنيه كتير قوي ما تبقاش مبالغ كده هما 300,000 جنيه كويسين ماشي على الام وعلى الاب على الام وعلى الاب يلا بتعرف تلعب بينجو ولا هتتعبني يا جدع بلعب بينجو بلياردو كمان طب يلا يلا اصبر سيفن ولا سبرايت سيفن ولا سبرايت ماريندا وانا بقول لك تشرب ايه مش في كرات سيفن وكرات سبرايت انت هتلعب عنو اي حاجه زمارة بقى طب يلا يلا بسم الله ايه ده مفيش كور وقعت هتقع ازاي ما في مثلث المفروض نشيله مثلث ايه مثلث ده اهو ده يلا معطل يا ابني ليه يا زماره يلا ماشي يلا يلا يا حبيبي بقى انجز اوبا اوعى يا لعيب ولا حاجه نزلت انا مش مصدق نفسي ده عسليه يا زمارة مش مصدق نفسي انا مصدق نفسي بس مش مصدق امك الفيلا دي بتاعتنا احنا لا انا شاكك ادي عسليه امك يا حراميه يا سرقه الفيلا دي حراميه ده سرقه الفيلا مش جملتين واحد لا يا غبي يا حراميه تبقى سرقه الفيلا انما لو سرقه الفيلا هتبقى حراميه مصدق عندك حق اقنعتني يوم بس اقول لك حاجه انا من زمان وقلبي حاسس ان امي معاها فلوس المشكله في ايه بقى انا اللي هلعب ليه اوعى إيه اللي ليه
المشكلة بقى في ايه؟ ان امك هتعذبنا عشان تدينا المراس. لا بقول لك ايه يا حكايه، تعذب مين؟ تعذبك انت، انا لا، انا ممكن اخد امي واروح بيها الاسم. هتاخد امك يا زماره توديها الاسم عشان المراس؟ اه اوديها الاسم واخد الفدان بتاعي حقي وازرع عليه استوديو كبير واكبر اكبر اكبر لحد ما يبقى عندي 50 سنة. حلو؟ حلو. واجيب سماعات كبيرة اف ار اي بي جي دي ام واي زد. السماعات دي مش عارفها؟ لا. اللي بتبقى في الاستوديوهات الكبيرة. وابيع الاغنية بحوالي 65,000 دولار. مش قليل 65,000 دولار؟ خلي الغلابة تغني بقى. انا غيرك بقى. انا اخد القراب بتاعي وازرعه ربع جرجير ربع خيار ربع قوطة ربع فلفل ونعملهم سلطة عشان ما نجيبش من بره. كل ده اللي همك؟ انا بحب السلطة يا زمار. فقير هتفضل طول عمرك فقير، عشان الفقراء امثالكم مالهمش ان هم يعيشوا في السرايا الكبيرة دي. ماشي يا ابننا يا معفن الدوام، قاعدين تلعبوا وسايبيني انا هموت. طب والله العظيم بموت نفسي اهو اهو. ارمي نفسك عادي، هيحصل لك ايه يعني؟ تتكبسي في الاخر. مالك يا بنت في ايه؟ بس سايبيني سايبيني كده هموت، وقاعدين تلعبوا قاعدين تلعبوا. بقول لك ايه يا افراح، انت الغنى مش لايق عليك اساسا. بس يا ابويا انت سايب. بقول لك انت وهو لو ما دخلتوش لامكم دلوقتي واقنعتوها ان انا اتخطب لمسلحي والله العظيم لما اموت نفسي. اوعي كده. تمسكيش حد غني بالطريقه المقرفه دي. وبعدين امك وابوك عندهم حق. في يا افراح، احنا يهمنا ايه غير سعادتك يا بنتي؟ احنا كل اللي عايزينه ان انت تفرحي وتقعدي جنب جوزك في الكوشه. لكن مين؟ مصلحي. واحد اسمه مصلحي هيبقى جوز اختي انا؟ ده حتى ما اسموش تامر مصلحي ولا ياسر مصلحي كنا عدينا له. وايش انا بالخط المستقيم اللي عنده ده؟ مش هينفع يا افراح. هو ده اللي موجود. هو في حد يعني غيره تقدم لي؟ شايف الارسال يعني واقفه على طوابير؟ ما تتلم يا زمار. يا افراح حتى لو استحملتي هتستحملي ضحكته ازاي؟ هتعيشي مع واحد طول الليل والنهار؟ مش هينفع يا حبيبتي. يا حبيبي بس هو غلبان، شوف انت بتعمل فيه ايه وبيستحملك، وانت كمان بتعمل فيه ايه وبيستحملك. والنبي عشان خاطري بقى. طب بص يا افراح، لو هتتجوزي الواد ده يا غير الضحكه بتاعته يا اما ما يجيبناش البيت. انهي ضحكه؟ دي مش عايزها. طب خلاص انا هحاول اغيرها له يا زمار بقى عشان خاطري وحياة اختي. افراح زماره تعالى. ليه؟ انا عندي فكره. ايه؟ احنا نسم امك ونسم ابوكي ونسم الواد زماره. وزماره مالك؟ مش عايز تسم؟ لا مش عايز اسم. انت بتعزمني على العشاء؟ ايه مش عايز اسم. افهمي بس، افهمي، افهميني، افهميني. اما نسم ابوكي ونسم امك زماره ما نسموش عشان هو يغني لك في الفرح. ايه رايك؟ هيغني لي طبعا، ده اخويا حبيبي. لا انا مش هغني في الفرح. في ايه يا ولد يا شنكل؟ صحتنا من احلاها نومه. احنا اتقفشنا في معسكر ولا ايه؟ خلاص يا حبيبي بقى، ها؟ قول لنا ايه اللي حصل؟ انا اقول لك يا زيزو بيه. اتفضل يا شنكل يا فندي. زيزو بيه، انا كنت نايم وبحلم حلم جميل جو. حلم؟ كنت بحلم حلم ايه؟ لا ما انا مش عايز اعرف الحلم، انا عايز اعرف اللي حصل بعد الحلم يا شنكل. انا كنت نايم. يا سيدي عرفنا، اصحى احكي لنا اللي حصل. سمعت خروشه في الباب. حلو. فتحت عيني. حلو. رحت مغمضها تاني. ما انت فتحت بتنام تاني ليه يا شنكل؟ دي ذكاء. حلو. رحت مغمض عين ومفتح عين. حلو. فجأة لقيت واحد اسمراني بينط من البواب. ده انا ولا انت؟ ثواني لو سمحتم، ممكن نعرف ايه اللي حصل بعد كده نتحاسب؟ اتفضل. لقيته نط من البوابه فقلت اللهم احفظ نشطه. عارف. رحت مستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورحت نايم تاني. يا سيدي ليه؟ ليه ما تصحى تشوف ايه اللي حصل؟ اعمل ايه يا زيزو بيه؟ ما انا صحيت تاني. حلو. وبعدين خلص. فجأة لقيت واحد تاني بينط واسمر برضك. حلو. ده انت. ده انا. رحت رافع رجلي اليمين ورحت نايم تاني. يا عم انت اصحى بقى، اصحى في ناس بتسرقنا. اسف يا زوزو بيه، اسف. رحت رافع رجلي وطير في الجو. لا انا لسه ما نطيتش.
يا استاذ لو سمحت لو سمحت خلينا نعرف ايه اللي حصل. حاضر يا باشا. فجأة لقيت عيل قصير كده بينط. شفت بقى لما تصبر. شفت انت ما احنا عارفين. ها رحت قفشه ومديله نص. راح مديله ربع. رحت قفشه. التاني اداني نص. رحت مديله دوب. رحت واخده. ايوه ومديله نص. اصبر يا ابني. رحت واخده. ايوه كنت بفكر انام تاني. شوف يا شنكر افندي. ايه؟ زوزو بيه هيكرمك. لولو هانم افندم. تكريم شنكر افندي. عينيا. لا 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 لا. معلش ممكن تقولوا كرال من تحت معنا؟ هذا يزوم ماي. لا 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 دلوقتي جه دور الحرامية. اولا انا مش زعلان منكم، انا مشفق عليكم، لان الحرام ما بيدومش، ولو دامت دامت لمين؟ محمد رشدي. حرامي دمه خفيف. ها حرامي دمه خفيف. ودلوقتي لازم اعذبكم قبل ما اشوفكم. شوفكم اعذبهم. اوعى يا لولو هانم هيموت. انا عايز اشوف باي. شمس خربوش. خلاش الشمس والعرق ولاد حارتنا. يعني كمان الحرامية مش غرب. ليه كده يا شنكل؟ ليه بتعمل كده وبتمسك ولاد حارتنا؟ اسيبهم يساكل في الليل. اسكت شنكل. شوف الحرامية يشربوا ايه. يشربوا ايه؟ هو في ايه؟ روح انت شنكل دلوقتي روح. ده انتوا عيال مجانين. انا مش راضي اهزقكم قدام الولد شنكل اللي شغال عندي. شغال عندي. خلاص يا زمارة حرام. اسكت اخي باي. اخي والله اكتب عسليه. سين سؤال. ايه سين دي؟ سين سؤال. ما انا بقول ان سين سؤال. خلاص مش شرط تسال يعني. ايوه. ايه اللي جابك هنا يا ولع؟ كنت بحلم وطلع كابوس. تحلم وطلع كابوس. اجابه غلط. غلط. اكتب غلط. غلط. خربوش طبعا جاي انت وحريقه علشان تسرقوا الفيلا. اه لا واضح قوي. اجابه صحيحه. صحيحه. 10 نقاط. 10 نقاط. خليهم 15. ايه ده بقى؟ ايه ده 10 سين 3. ايه سين 3 دي؟ سين 3 سؤال 3. هي هي نسكت بقى خالص. حريقه اللي رماك على المر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه اللي قمني منه. اجابه صحيحه. اديله كده. اديله ايه؟ احنا بنمتحنهم. خربوش عليها ولا عم دلوقتي في مملكتي. في ملتي. عايز مش هديه في كل بيت. عايز مش هديه في كل مكان. انتوا ما تروحوش في خلاص. انا مش هديه في كل بيت. مش كده. حلو حلو حلو. فارس مش هيسهر. لا لا يا بابا هيرجع كده زمارة. انتوا برنامج زمارة جلال. فارس مش هيسهر. لا لا زمارة. لا هيرجع يا بابا هيرجع. لا لا انت اللي مزمار. حاسب في ايه؟ حاسب آه عملت حاجه. الكراسي ما فيهاش حاجه. تمام. ده انا بقول اي حاجه يعني. خلاص لاست اوديشن. لاست اوديشن. ها مبسوطين؟ الا مبسوطين. مبسوطين قوي يا عم. قوي قوي. الا مبسوطين دي كانك انت اللي جايب لنا الفيلا يعني. الله يا زمارة. أنا مبسوط أوي يا عمرو. بص النكلة دي نكلة. يعني أنا هاكل بلح ببلاش بقى مش هحدف بالطوب وكده. وإيه ده؟ مانجا. مانجا؟ آه. الله يعني هاكل بلح ومانجا. ورق عنب. ورق عنب يعني أكيد في عنب. كل يوم هعمل لك حلة محشي ورق عنب طازة. لا مش يعني هاكل لا مش قادر. لا مش قادر. لا يا جماعة بقى ما كده فتحت قوي كده بقى. انت محترم امسك نفسك. وانت يا عم انا مش مصدق نفسي. ليه؟
انت تطلع اخويا بعد العمر ده كله؟ احنا مفيش قدامنا غير ان احنا نروح لنعمان شركس ده. حلو. الراجل ده هو اللي عنده قصه من اولها لاخرها. طول ما اخواتكم بيتنازلوا لكم عن مراثهم يبقى انتوا بتنفذوا شروط الوصيه بالتمام والكمال. انا عايزاهم يدوروا على واحد واحد على شرط يبقوا كلهم مع بعضيهم. مع بعضيهم يعني كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت ان اخواتي الولاد دول من الاوراق اللي موجوده عندك في الملف ده، صح؟ الله، امال فين الواد عسليه؟ اسكت عبيط، سايب البسين الكبير ده كله وراح نزل فوق في البتاع المدور. نزل في الحوض؟ لا، في البينو. بينو؟ قصدها البانيو. معلش اعذرها، عمري ما خدتش على الحياه بتاعت الغنى قبل كده. هي صح؟ ايوه. ده الواد عسليه ضحكني ضحك، فتح الثلاجه دخل قعد فيها نص ساعه، وراح فتح التكييف وقعد يتنطط على السرير ينطط على السرير لحد ما داخل وراح وقع نايم. كلم العلبه الكبيره اللي كانت في الثلاجه دي؟ ايوه. ده اكل الكلب؟ لا والله ده اكل الكلب. هو اكل الكلاب طعمه حلو كده؟ هو انت اكلت منه انت كمان؟ لا، هو قال لي طعمه حلو. زماره صارحني، انت اكلت من البتاع اللي فوق ده بجد؟ دوت يا عمرو فيها ايه؟ لقيت العلبه شكلها تحفه وجميل ودوته طعمه جميل يا عمرو، ما حصل ليش حاجه. قلت لنا ليه يا عمرو؟ ده كان طعمه حلو قوي. في علبه تانية تحت السرير فوق. ايه؟ في علبه تانية تحت السرير فوق، ما تخافش حبيبي. ما خافش ايه؟ ان انا اكلت منها برضو. ايه ده؟ هو الاكل اللي موجود في الفيلا ده اكل كلاب كله ولا ايه يا عمرو؟ ما كانش في حد هنا يا زماره. خلاص يا عمرو، الحمد لله يا اخي. بعدين يا اخي فيها ايه؟ ما الكلاب بني ادمين زينا برضه، لا احنا عشان بقينا اغنياء نبص للكلاب بصه كلبيه كده. هما بقوا بني ادمين بس زيك انت مش زينا، خلي بالك. طب يا عمرو قلت لك لو سمعت احترمني. انا عندي مشكله دلوقتي اكبر من كل ده. ايه مشكلتك؟ الدوره الرمضانيه. العيال لو عرفت ان انا مش هكمل الدوره الرمضانيه ممكن يجوا لي هنا. محدش هيجي لك، ان محدش كان حاجز اصلا. والله العظيم ولا واحد. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب، يعني ربنا رزقنا في فيلا عشان يخلصني من الاهانه النفسيه اللي كنت عايشها في الدوره الرمضانيه. بصوا انا محضر لكم مفاجاه. ايه 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 ايه؟ ما لازم تبقى مفاجاه. اصبر. اخلص بقى. ولد يا بواب يا شنكل. ايوه تعال تعال يا بواب. ايوه يا شوشو بيه. احترم نفسك. شفت مهزقه ازاي؟ عشان انا غني ومعاه فلوس، معنى اللي بقبضه. اضربه تاني؟ لا. بص. حرام. خلاص ولد يا شنكل، هتروح محل الكفته اللي في الوش هنا عندنا، هتجيب لنا ب 100,000 جنيه ريش ضاني وب 200,000 جنيه كباب وكفته. خلاص؟ وهات لنا ب 50,000 جنيه بقى حاجات حلوه. ماشي؟ حد يشرب عصير ولا حاجه؟ ايوه عصير رمان. خلاص ب 10,000 جنيه عصاير، خلاص؟ وخد انت 20 جنيه. يلا يلا. بجيب لك المطعم هنا. انت بتتريق يا ولد؟ طب والله ما انا اكل. انا همشي. انت تيتا تيتا حبيبتي يا تيتا. اهلا بوتا. اهلا بوتا. بوتا تعالوا بصوا تيتا يا خلاص يا خلاص يا يا مامي يا مامي يا مامي. ولاد اخواتك. انا لقيت الولد ده بره يا مامي، الولد شنكل البواب ماسكه بيقول حرامي، راح قال ان هو اخو مسلحي. فعلا اخوك؟ ايوه اخويا. انت مش قلت انك هتتجوز النهارده؟ ايوه. انت مش قلت هتجيب حاجات وانت جاي؟ انا وانت سبتني بره ليه؟ ما هو خدها مني البواب. ايه ده؟ احنا مناسبين يهود ولا ايه؟ من بنتي ايه يا مسلح، اخوك ولا مش اخوك؟ اخويا. طب خلاص قلت لك من الاول نسب عره وانت منك لله. بني باني ياكلك. باني خدش عليك. لا 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 باني. ايه استاي استاي ولا هيعبرك ولا هيعبرك ما يعرفكش. لا يا اما لا يا اما ده بيحبني. استرين جروي استرين جروي. سمعتها في الفيلم يا اما بتاع يا عم. روح نطيت له بالعافيه، مش عايز يجي لك. لعلمي ما عدتش خطبتك كده. ولاد اخوكي بتاع امريكا جايين يغنوا، عندهم مواهب زي زمر زي زوزو. قمر سيبوني بقى اقدم الفقره دي طبعا. والان مع الموهبتين الفازتين ولاد اخواتينا الذين في امريكا التي قمت بتدريبهم تدريبات شقاعاتيه. الكذب ده. وسيقدمون الان اغنيه من تاليفي والحاني وغنائي بصوتهم. سكروا خلاص. خلصت الاغنيه. مبروك يا افراح يا حبيبتي. مبروك يا مسلحي. مبروك. انت انا قاعد اروح معاك اولا.
اف ام ورقه. استنى حبيبي انت. هات باروس معاكم متكيفين قوي راسه. مش عارف انت مين اصلا. انت مش عارف انا مين؟ ايوه ابن عم مسلح. ابن عم مسلح ايه؟ وانتوا كلكم يهود في بعض كده. ابن عمك الواد ده؟ ايوه بس انا ما عزمتوش عشان هو اساسا حرامي غسيل. ايوه بقى. الله، خلاص يا جماعه كلنا نسايب في بعض. الحمد لله، ده رضا من ربنا اني عشت وشفت ولادي واولاد ولادي. احمدك يا رب. ولاد امبابه وذريتها واحفادها يا رب الف حمد وشكر.